المشكلة عندي ابني القطر قاسم نصه اتنين، خدت بالك؟ ولففوني في مصر شمال ويمين، ما حدش عاوز يقول لي على الحقيقة، وسمحت اللي هو ليه عملية في ألمانيا وبهدلوني آخر بهدلة، ما حدش عاوز يقول لي على الحقيقة، خدت بالك؟ ولفيت قعدت مؤاخذة 4 سنين الولا معايا، لففوني مصر لغاية ما ودوني المستشفى العسكري اللي بعد المحكمة الدستورية، خدت بالك؟ ولا حد سأل فيا ولا شمال ويمين، في صورتين وفي 2 مؤاخذة تحاليل، صورتين و2 أشعات عند مؤاخذة الهام سعيد، خدت بالك؟ ولا ردت عليا ولا حد رد عليا ومحدش عاوز يسأل فيا خالص، ولا مؤاخذة مرمي هو نصه رايح، خدت بالك؟ ما فيش حد بيسأل، هو الغلبان مؤاخذة خلاص يعني كده ما يدس يبقى حرام. مؤاخذة الناس مؤاخذة كلها بتطلع بلاد بره، اللي هي لعيب كورة، الرقاصة، اللي فتشاوي، ليه؟ كل ده يطلع على نفقة الدولة وده ما يطلعش؟ وبعدين بعد ما نخلص الورقة مؤاخذة المديرة اللي هناك اللي في التأمينات تقول لي ما تتعشمش قوي، ازاي ما تتعشمش قوي يعني؟ وقلت الكلام ده، انا مش عاوز حاجة، عاوز زي ما انا كده، ولا عاوز فلوس ولا عاوز سكن. دلعوا لي ابني يخش حمام، انا طالب من الله ان ابني يخش حمام، انا مش عاوز اكتر من كده. طب نشوف احمد. اتفضل يا فندم. طبعا ده يا جماعه البيت اللي هو ساكن فيه ده بيت من الصفيح، مكون من الصفيح، بيت كله صفيح في صفيح، ودي الاوضه بتاعتهم، وده احمد، ده مش ده ده من الشباك.